القطاع الفلاحي قطاع هام وحساس في تونس، دخل في أزمة ظهرت بعد الأزمة المالية في 2008. الأزمة دي تطلب إصلاحات شاملة في القطاع الفلاحي. الأليكا، المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في الأليكا تجم تمكننا اليوم باش نخرجوا من الأزمة هذه بالتعاون الفني والتقني والمالي اللي باش يقدموه للقطاع الفلاحي. دونك اليوم عندنا فرصة باش نخلقوا ديناميكية جديدة في القطاع الفلاحي، ويما خولنا باش نخليه القطاع الفلاحي يعاون أكثر الاقتصاد التونسي والتشغيل في تونس.